السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا جالي أحد الأصدقاء النهاردة وكان في منطقة بين اسكندرية وبين مطروح بتسمى منطقة الرويسات أو منطقة العالمين. طبعا هو جاب لي هنا قال لي أنا لقيت تعبان وجبته لك في إزازة. فإحنا هنا خلينا نتعرف على نوع التعبان اللي هو جابه. اللي شايفينها حضراتكم قدامكم دي الحية القرعة، والحية القرعة بتختلف عن المقرنة بدون قرون، لأن دي فصيلة ودي فصيلة. الحية القرعة دي طبعا أكبر أو أطول حجم ممكن توصل له تقريبا، يعني أقل من 45 سنتي، 42، 43 سنتي. هو علميا هنا ان هي المفروض مثبتة 45 سنتي، ولكن كل الصيادين اكدوا ان هم ما وصلوش لحجم ال 45 سنتي عندنا هنا في مصر نهائيا، ما وصلوش للحجم ده نهائيا. طبعا طريقة مشيها كل الطرايش طريقة مشيها واحد، سواء المقرنة او القرعة او اللي هي مثلا الكذبة او الغريبة الحمراء او الغريبة السوداء، كلهم طريقة المشي بتاعتهم واحدة. شايفين حضراتكم هنا الشكل الخارجي، وهنوري حضراتكم برضو الفرق بينها وبين المقرنة بدون قرون عشان تعرفوا تحددوا الفرق بين الشكلين. شايفين حضراتكم طبعا دي من الانواع المسجلة علميا ان هي سمها قاتل، ولكن بالنسبة للحية القرع هي تعد صاحبة السم الاضعف بالنسبة لفئات الطرايش. بالنسبة لفئة الطريشة الحية القرع بتعد صاحبة السم الاضعف، ولكن طبعا ده ما يمنعش ان سمها قاتل. يعني سم المقرنة او المقرنة الزائفة او الحية الغريبة، كل ديت سمها اقوى من سم الحية القرعاء، ولكن ده ما يخليهاش مصنفة مش خطيرة، لا تصنف ان هي خطيرة. زي ما حضراتكم شايفين هنا هنطلع واحدة من اللي هي المقارنة بدون قرون عشان نشوف نعرف الفرق بين المقارنة وبين الحية القرع. دي هنا حية مقرنة بدون قرون، هنا هنمسك الحية مقرنة بدون قرون زي ما حضراتكم شايفين، وهنمسك الحية القرعة ونعرف الفرق ايه بين الاثنين. على هنا كده
شايفين حضراتكم هنا الفرق بين الدماغ والدماغ؟ بالنسبه للحيه القرعة العين بتاعتها بتبقى اعلى نسبيا لفوق، العين بتاعت الحيه القرعة اعلى لفوق، اما الحيه المقرنه بدون قرون العين بتاعتها بحس ان هي من الجنب. طبعا هنا مفيش وجه مقايسه لان الحجم هنا مش زي بعض، الحجمين هنا مش زي بعضهم، فمفيش وجه مقارنه بين الاثنين في الحجم. هنا زي ما حضراتكم شايفين في فرق واضح بين الاثنين، حتى شكل العين من الداخل مختلف. المقارنة بدون قرون رسمة العين من الداخل مختلفة عن الحية القرعة زي ما حضراتكم شايفين هنا. طبعا هي هنا بتتحسسها لان هي حست بخطر، حاسة ان الكائن ده مشكل عليها بخطر. طبعا اللسان ده زي جهاز استشعار، هنا دي وسيلة دفاع من ضمن وسائلها. ان هي طبعا حاسة ان الكائن اللي قدامها ده اكبر منها وبيشكل خطر عليها، فبتحاول ان هي تدافع عن نفسها. اما دي بقى من اخطر الطرق اللي بتستخدمها الطرائش، العملية اللي بتتم دي من اخطر العمليات اللي بتستخدمها، ودي اللي غالبا يعني ناس كتير بتتعرض للدغ بسبب العملية دي، وهي عملية ان انواع الطرائش بتدفن نفسها تحت الرمل. فاحيانا بتدفن نفسها بالكامل، احيانا بتدفن نفسها وتسيب جزء من الدماغ، احيانا بتسيب جزء من الديل عشان تستدرج بيه الفرائس الصغيرة عشان تاكلها. شايفين حضراتكم هنا مفيش غير عين واحدة بس اللي ظاهرة في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.